وقت اللي تتحجر قدام جماعة وما تنجم تعمل حتى شيء، احنا نجم نعاونوك ونتشمتو في العبد اللي يضحك عليك. اطلب شميتي يا خولك حقك. شميتي عسلامة. اليوم في شميتي اخترنا لكم صوت رضا ديكي ديكي باش نشمتو في العباد. عسلامة عسلامة يا فام، انا رايحة نحب نشمت في خاطري بصاحبي، نحب نكون نشمتو فيه بيان 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 بالكدي بالكدي. والله يا ترى سامع ما حدش مبيع. الو كناري يا ناري يخلص ابراهيم ويقاني بسكفت البلاص. كيفاش كناري يا ناري يخلص ابراهيم ويقاني بسكفت البلاص؟ نعم يا هشام. شكون؟ نعم يا هشام. الو حلي باب لميتك يا هشام. ايوا انا لميتك وانا هشام، انت شكون تعرفه بالضبط؟ هو علي علي هو علي. بالدار يا شومي. شو هشام؟ يا هشام. ايه ودي انا هشام، من شكون طالبك؟ هشام برا مشيت بيت الصالة. تعرفيش بيت الصالة؟ هاي تعشكي شيش قليني لنسبك. شكون معي؟ يا ناري بيخلص ابراهيم ويقاني بسكرت البلاص. بلاص بيفرتتني كيفات ريفير. وقت اللي تتحجر قدام جماعة وما تنجم تعمل حتى شيء، احنا نجم نعاونوك ونتشمتو في العبد اللي يضحك عليك. اطلب شميتي يا خولك حقك. شميتي